السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة لنقف على هذا المشروع الرائع واللي يتمثل في هذه المدرسة المتوسطة، يعني بطراز معماري جد حديث وفيه لمسة إبداعية، وهذا غير غريب على مدينة قسنطينة، يعني سكان قسنطينة المعروفين بالعلم ولود يعني حبهم للعلم والعلماء وتبجيلهم للمنشآت المدرسية والتعليمية والتربوية. إذا في هذا الإطار نخليكم تتعرفوا على هذه المدرسة المتوسطة العصرية التي تم افتتاحها هذه السنة بقسنطينة، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.